كان يا مكان في قديم الزمان، بلدة فيها سكان النيام، يوقظهم صوت المسحرات في رمضان. يدق طبله وينادي: اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، حتى يستيقظ جميع أهل البلدة. في هذه البلدة أخوان، مي وكريم، لطيفان وحالمان، كل ليلة يجتمعان مع العائلة حول مائدة السحور ليستقبلوا اليوم التالي بسرور. عندما ينتهيان من تناول الطعام وشرب الماء، ينظران من شباكهما إلى السماء، يراقبان النجوم. لكن اليوم ليس كباقي الأيام، فالقمر بدأ يتكلم معهما بصوت خافت: مرحباً، كيف حالكما الليلة؟ فرح كريم ومي كثيراً وأجاباه: مرحباً يا هلال، شكراً لأنكما أجبتما عن سؤال البارحة، هل تذكرانه؟ طبعاً يا هلال، نحن نود أن نساعدك كل ليلة حتى نجد هلا سوياً، قالت مي. شكر هلال مي وكريم وقال: لقد ظهر جزء صغير من هلا، لكنها ما زالت مختبئة، فلنرى ما تخبئه لنا النجمة المضيئة. مرحباً يا أحبائي، أنا النجمة المضيئة، أجيبا عن السؤال حتى نساعد هلال، جاهزان؟ نظر كريم ومي إلى بعضهما وصرخا: طبعاً. عندما يحين وقت الإفطار، أرحب بعائلتي حتى تنضم إلينا، أفضل أن نفطر وحدنا. أصدقائي المشاهدين، نعتقد أننا نعرف الإجابة، ولكننا نحتاج مساعدتكم. هل تكتبون الحل في التعليقات؟ لعلنا نجد هلا. نراكم قريباً.